السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد ومغامرة جديدة من لعبة The Mist أو النجاة من الضباب. الزومبي قالوا لي موجودة في الضباب أخس من الزومبي هذا اللي نشوفه في البيوت العاديين، فالله المستعان. جتني كومنتات كثير طلعت منها كم ملاحظة راح أطري لكم إياها بعد شوي، بس موضوع المياه هذه مثل ما تشوفون الغراش هذه نجلس نجمع فيها حالياً 2.5 لتر تصفى عن طريق الحرارة أو تتعقم تقدر تقول، خلنا نشرب لين ما يشبع. Drink until enough. يقول لي ترى قطع السيارة تخرب إذا صدمت فيها، وهذه أكثر معلومة صراحة غبنتني. يعني إحنا بنموت يلا هنجمع الأغراض، والمطرقة الكبيرة هي السلاح اللي تكسر فيه السيارات والبراميل. المطرقة الكبيرة هذه جبتها معي وراح نجرب هذا الشيء وتحصل منها لوت البطارية. أنا تمنيت إني أحصل لوت اللي هو البواجي، تمنيت أحد يكتب لي كومنت وين ألقاه، بس الظاهر إنه وهقة راح توهق في هذه الحلقة، بس يلا إن شاء الله إن شاء الله نحصله. وات تاير، وشلون ما شفت التاير اللي موجود هنا؟ لوتها بس ما انتبهت للتاير. مثل ما تشوفون هذا الباب انكسر، اعطاني راق سيريسلي. اها مثل سكراب، اوكي. حلوين، اكسر ويطلع اللوت من اماكن ثانية. جميل جدا. صواتهم هذا مزعجة. لسه ما عندي رصاص كافي، ودي صراحة يا شباب اغزي الباندت كاب. الباندت كامب. باندت كاب هذه وين تصرفها؟ بخصوص البشر اللي تساعدهم تلقاهم مسجونين عند العصابات، وهذه العصابات اللي انا اقصدهم. هذا المكان كله ملوته. انصحك ما تستغرب مكانك وتبني اشياء كثيره تصعب عليك النقله. فعلا والله انا يوم نقلت من التاور اللي موجود هناك وجيت لهذا البيت الاحمر عانيت، فما بالك يعني اجلس تنقل كثير. فلو ضبطت السياره بتسهل علي العمليه بشكل كبير جدا، لكن وش نسوي عاد؟ هنا في بطاريه ثانيه اذكرها، وهذا تاير ثاني. شيل يا مدير. طيب حرام اشيل غرشتين ماي، بتاخذ مساحة. خلنا بس باخذ هذا 2.5 لتر. السيجارة هذه خلنا نمزمز. معي ولاعة. اوكي. حتى ما في صوت كذا يشفط. المفروض يزرفون من توماس شلبي صوت التدخين لانها. وبس يا شباب مثل ما وعدتكم راح نروح مدينة جديدة ان شاء الله. تعال صح على طاري نروح مدينة جديدة. خلنا نستخدم الاقلام اللي معي. نفتح الماب. نتأكد. انا مليون بالمية متأكد اني موجود في هالمنطقة. كورنت لوكيشن مثل ما تشوفون. طيب هل في ايفنت؟ في ايفنت هنا. وات ما سمعت صوته والله. دام كذا هذا لازم اكيد مبادلة، فوش ابادل فيه؟ نعطيه الجنز ملابس بيضة فيها السوين كت والجلفزات. سلامات سلامات. ريسكيو. طبعا قالوا للشباب هذا ما تقدر تستدعيهم. الايفنتات هذه شيء، واللي تنقذهم من السجن شيء ثاني. ثانك يو فور سيفينج مي شور. هذا لبس للتجاره. وش عنده؟ ما عنده شيء مهم. مدسن عنده كويس. بطاريات كفايه عندي. مقابل مدسن قلم واحد ترضى؟ ما يرضى. طيب سوينكت جنز. جنز وثلاثه سوينكت. خلاص توكل على الله. I have something to trade. خلاص يا اخوي good luck. برضه موضوع الصيد لازم اني اشوفه صراحه، السناره وشلون تسويها وكذا. بس انا همي صراحه الموتر قبل كل شيء. الاكل بجزرها كذا بالمعلبات. طيب يا شباب انا حاليا عند المحطه مثل ما تشوفون. ما في اي شارع استرشد فيه الطريق. في شارع قدامي هنا يبتدي من هذه المنطقه، وهناك المزرعه اللي لوتناها اخر مره. هذا الشارع اللي يبتدي هنا مفروض انه يوصلني الى المدينة. توكلنا على الله. افا انقطع الشارع علي. هذا ما خبرني انه بينقطع. حس اني تهت يا شباب. والله في شيء غلط. خلنا نسوي كرنت لوكيشن. وات انا في وسط المدينة. وين هالمدينة؟ مسحت يعني المدينة. وات الماب شيء. والله كذا غلط. والله يا شباب لا تلوموني اذا قطعت عن اللعبة ورجعت لها بعد ما تنزل كاملة. يعني واحد جاي متحمس بيستكشف مدينة جديدة. والله معانات. شوف هذه الجثة اللي لقيت منها الفست موجودة تبين والله من بعيد. دام السالفة كذا يا شباب خلنا بفتك بشكل كامل من هذه المدينة. نجرب لك ايه حرام والله. البست هيلثي زيرو، حرفيا زيرو. الايم جدا صعب في هذا اللعبة. الله ينكب كثر الطلقات عشان تموت. وات؟ لا طلقة واحدة هد تكفى. خلنا ننفضه بالشتقن هذا. وين راح؟ تعال يا زين. الشتقن يا شباب الكتريك بارت يا اخي ما ادري وش فائدته هذا. والثاني معه بوتيتو، والثالث معه والله اني استانست على بالي سبارك، بس السبارك صغير. طيب ايش موجود في المنطقة؟ فضفض الشنطة اول. وهنا احتاج كروبار. هذا اللي طلعت به يا شباب من المبنى. كولا جديدة هذه بيضة. خلنا نروح نجيب الكروبار ونجي. رجع الهامر وهات الكروبار.
نقول بسم الله بروسيد 3 دقائق. طبعا لازم اكون سريع هنا. كم مرة؟ الله يخرب بيته، في جلس تتوقع صاير لو خلعت الماسك. خلص الاكسجين يا طيب. في جلتش اتوقع صاير، خلص الاكسجين على الفاضي والله. قهر والله قهر. طيب يا شباب، الخطة كالتالي: رجعت الى المدينة، ومن هنا هذا التورين انا متأكد خلصت منهم، راح اشوف هذا وهذا وهذا، وبعدها ادخل المدينة. هلا بغراض القديمة، وش خليت انا؟ زراعة ما زراعة، والدجاج، الدجاج هنا يمديك تصيده بسهولة، عشان كذا خالد يقول لي نصيحة: لا تطلع من هذا المكان وخلها البيس حقك. ترى هذا هو البيس حاليا، سمول هاوس از ذا بيس، ف يعني اذا ارسلت اي احد ولقيتهم راح يجي دايركت الى هذه المنطقة اللي هي هذا المكان. نقطع النهر ونروح اللي بعده. هذه المنطقة كلها دببة، والله كلها دببة. اوه تاور ثالث، هذا مو بيت. رانجر ستيشن، تكفى عطني سبارك تكفى، والله كلهم يتشابهون. ان شاء الله اني احصل سبارك هنا. في خنازير برية كثير هنا يتمشى هو وابنه، اتوقع ما يقولون لي شيء. السلام عليكم، والله هذا تقتلهم بسهولة يعني. جميل، اتس وايلد انيمال، اوكي، بس اذا ما حارشته ما يحارشك. طيب الشغلات المهمة اللي حصلتها: فذر، ريش، وبطارية. ما في اي شيء غير الخشب اللي تشوفونه هذا كله. خلنا نرقى فوق. اوه هذا مكتب ولوكرز وجلسة. يلا حي الشباب. شو له؟ الجير الثاني حلو، يمديني سنجل شوتجن، عندي هذا، ابغى رصاصه بس. رايفل امو، هذا السنايبر، عندي طلقات كثير للسنايبر، بس وين السنايبر؟ طاوله ما فيها دروج، وهذا الدروج تحتاج الكروبار، ان شاء الله يضبط هالمره، يحتاج 5 دقائق. اموري في السليم لو جاني ال، شوف انفتح، يعني الباب هذا كان مقلش. ايوه اخيرا فيشنج رود يا شباب، سبحان الله، قبل شوي والله تخبر عليه. رصاص ريفولف حلو، رصاص الاخضر حق الاي كي ممتاز، وكل يا قلبي. ستاك ما يمدي ستاك، ليه الاكل ما يمدي ستاك؟ هذا بعدين يوم اصنع الرصاص بحتاجه اكيد. طيب الحين بننزل على الشارع هذا ونشوف، هذه غالبا مدينه لان في اكثر من بيت. انا الصندوق هذا خليه من حيث ما جيت عشان لا اضيع المكان، نفس يوم كنا نسوي في ستراند الديب، القارب تخليه من حيث ما جيت، نفس النظام هنا. اوه باندت كامب، حلوين حلوين حلوين، اهلا بالعيد. 1 2 3 4 5 6. الساعة كم؟ الساعة 1 الظهر. حلو حلو، وقت ممتاز جدا. ما في حد بيروح بيتغدى؟ شوف في 2 هنا على اليمين، اشوفهم يتحركون. في 2 هناك، 5 في الوسط. اي والله انهم 6 يا الربع. طيب ايش الاسلحة اللي معي؟ معي باندج حلو، نهيل سري سري. 16 طلقة من الاي كي و5 من الفرد. شتجن يمكن طلقة واحدة فيه. اي والله طلقة واحدة شتجن. اشحن اشحن. ارحبوا 23، بسم الله توكلنا على الله. باخذ الباص هذا ككفر. تيرين تيرين تيرين، شو خطواتهم؟ في 2 هنا قريبين مرة، في هناك في الزاوية. هذا السابع. وات؟ ما شافني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأول طار. أوف. 2 طاحوا، باقي 5. ثلاثة طاحوا، باقي 4. لا تخلصون رصاص بشله. باقي 3. باقي 2. باقي 1. لا تكفى، مع شدقن مع شدقن، ما يوصل ما يوصل يا ولد. شدقن حنا شدقن ولا لا؟ خلي مسافة بعيدة. بلوت هذا السنايبر يا اخ، وقف مكان. وات؟ الحمد لله اني ما درعمت. يوت وتر اقسم بالله. موت يا رجل. اول مكان نصفيه يا شباب. اوف 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 اوف، يا الاسلحة، اوف يا اللوت.
يا شباب نص ساعة واجيكم بلوت. خلنا نشوف السنايبر مع بعض. ماونت بارت وش ذا؟ عطنا السنايبر تكفى، ما معه الا البوت الباك باك. اوه ثلاثة رصاص، وش هذا؟ ويبن بارت، يعني لازم اصنع السلاح انا. حبيبي انت واقف فوق، وين سلاحك؟ لا تستهبل. ماونت بارت، بارت فور فيهيكل كاستمايزيشن، في تعديلات للسيارة. سلاحك ما طاح هنا ولا هنا؟ قلبي ينغزني. في سنايبر طايح. كم طلقة دخلت في الاكي؟ والله يا اخي الماوس يطلق على طول ورا بعض. تعال صح لا يطيح لاعبي من جوع ولا عطش. ما فيها بنزين. اوه سبا، يس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا خلاص ما بلوت، باخذ سبارك بروح بجيب موتري. يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد. سبحان الله كل شيء ناقصهم ما عدا السبارك. بياخذ 3 دقائق عشان يفكه. امشي ما في ضباب ما في شيء، كل بيت يمدينا نلوته. يا سلام لو كروبار. لا يا شباب هنا والله بتصير جلسه محترمه. ما شاء الله تبارك الله. وات في كود؟ اوه في سجين عندهم هنا. تعال هنا، وش في ذا الموتر؟ في له كار انجن. احتاج 20 دقيقة عشان افكه بخليه. بروكن هانتن هانتنج رايفر يا عيال. لا يا شباب لا، قلبي الصغير ما يتحمل شنطة. شلون ادخل؟ وين بابك انت؟ اوه اللي مسكر. يمديك تشوف من قبل لا تدخل. دام كذا والله ما بأجل شيء. خذ الشنطة، جايب كروبا. بس تعال 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 تعال، الرقم السري بيكون مزبن هنا. عاد الرقم السري هذه مصيبة يا شباب. الرقم السري يمكن يكون معاهم الحلوين هذولا. وش عندك؟ شنطة، رصاص شدقن، جميل. هذا أول واحد عشان ما ننسى واحد. الثاني جنز، الثالث، الرابع. أوه تفهمني يا أخ والله تفهمني. أوكي هنا واحد زابن. حلو الرصاص الاي كي. أجل وين بحصل كلمة سر؟ وات؟ هنا السجين ما شفته. ممكن هو يعطيني كلمة سر؟ سكوت سولدر، حلو. هاز بين ريسكيو ويل تيك تو ذا كامب، يس. يلا ما عليه، الكامب هناك. هنا ما يمديني اخلي هالمنطقة الكامب. كلمة سر وين بتكون؟ يا شباب اقسم بالله انه انجاز. جبنا واحد وحصلنا السبارك، يعني السيارة. شوف القلم وين طايح. وفي نفس الوقت السنايبر وشنطة، كل شيء معقولة في نفس الغرفة. ما ادري هو بس يحتاج البطارية ومعي هذه، سويت لها كرافت عشان يشتغل الجهاز. بس بعدين بحتاج الكود، ادري اذا توهقت بقول لكم بعدين خبروني. طيب يا شباب انا حاليا في هذا الكامب، بطلع في منطقة جديدة بعد علي هنا، وبعدها بكمل عند موتري. يعني من تحت البحيرة المفروض امشي. اهم شيء المست ما يجيني، الضباب بيكون وقته جدا سيء. ننتبه من الدببة. جهز سلاحك يا ولد. وات فاضية، موتر احمر ثاني. ابو الفلة، قول لي سبارك ثاني بعد. اكل ومشروبات، وهنا 5 لتر. يا ريتني جايب الجركان معي. شوف يقول لك تقدر تحمل الماي الظاهر. خزانات. اوه 2 سلوت. شنطة ثانية يا عيال، اليوم الوالدة دعيت لي، حتى نسيت ما شيك. كولت 1191، حلو حلو. رصاص النوع الرابع اللي كان عندي في البيت، سبحان الله. وهذا الأخير في الرصاص، هذا اللي أقصده النوع الرابع. خلنا نتأكد. طلقتين، شكله رهيب صراحة. هي طلقتين بالضبط مثل ما تشوفون تحت على اليمين، هذا اللي موجود في باتل فيلد. طيب الطبخ، البتيتو، وين شفت هنا موجود البتيتو؟ الجزر ما عندي، اللحم اقدر اجيبه، يعني الجزر ناقصني هنا، وهنا البروكلي ناقصني والجزر. يسوي لك 3 من هذا، ممتاز جدا. فالجزر عاد نشوف له صرفه. وات؟ في مكان مسور هنا، في سيارة، وهذه محطة بنزين، فيها بلاوي هذه. هذه اكيد فيها بلاوي. شوف السبيس اللي يمديك تشله. السيارة هذه ممتاز، شكلي باخذ واحدة منها. بس اذكر كومنت قالوا لي الثانية تاخذ اكثر. يوه المنطقة اكيد منغمة، فيها بلاوي فيها مصايب. سبارك ثاني، سبحان الله. تمنينا واحد جاني 2. انا صراحة ما ودي الوت في الليل، في زومبي داخل. يا مرحبا بكم،
في لوتن طيب عندكم شنطة هي شيء. الله ينكبك. معليش على الازعاج والله. ايش هذا؟ في غرفة. اوهو شنطة ثانية. حلوين حلوين حلوين. رصاص واكل. انا حاليا وين؟ في محطة. اوه شت وصلت هنا. شوف سبحان الله، وانا بغيت ارجع المدينة دخلت بغلط في المدينة هذه. هذا كله بسبب الدبل اللي شفته هناك. امسك الشارع يمين في يمين. طيب يا شباب وصلت البيت. قبل لا ادخل البيت يا حبيبي ركب السبارك. اذكر كان معي 2. المهم ما عليه، احتاج 3 دقائق. ثاني شكل نسيت المحطة وما ادري ايش صار معي. الموتر ما بشغله الحين، خلنا ننام. وخذ البطارية عشان ما انساها، احتاجها هناك. تصبحون على خير. شوف يا سلام، يحتاج النوم، يحتاج الراحة. علوت الطيب اللي جاب لي اياه، صحيته متأخر الساعة 8:30 اليوم. ميت جوع الرجال. كل يا بعد حي كل. وش رب العافية يا قلبي. النار انطفت، ظاهر خلص. عندي 9 لتر. يا سلام، عبي هذا. سطل جديد حصلناه، خلي احتياط، ارميه هنا. يبيلي اشوف موضوع الصيد وكلمة السر والبطاريات. شوف كمية الادوية اللي عندي بين كيلر ومدري ايش. والله كنت بقول القلم مش مهم، بس صراحة عرفت فائدتها قبل شوي يوم اني ضعت. وهلا ومرحبا ومسهلا. هو الصندوق، في صندوق ثاني، وين هو؟ اي خليته صح هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف يوم تركب موترك لأول مرة؟ بسم الله. شغل. أوه بنزين. معليش يا شباب، الفهاوة مليون. بس الحمد لله في كومنت جاني قال لي ما يصرف كثير. طيب يا شباب، جمعت لي 5 لتر من السيارات اللي حواليني في المدينة، وعبينا الموتر. حلوين الحين موتري 5 لتر. نقول بسم الله. ستارت انجن. في حنة في الماكينة شوية. اسمع عليه. بسم الله يا ولد. في مساحة، في مساحة. الله الله الله، ناظر يسارك يمكن في زومبي. بسم الله توكلنا على الله. للبيع يا شباب للبيع، حد شراي. الله الله الله. انا ليش موجه يسار؟ المحطة اقدر ارجع من بعد المحطة، اخذ يسار بعدين يسار. طبعا خليت الاغراض هنا لان المدينة هذه في وسط الماب، فما لها داعي اروح انقلها معاي. حليوة والله السرعة، لا باس. هذه البيوت جديدة. المحطة هذه، خلنا نشيل البنزين. والله التلويت كذا مرة سريع بيكون. فل الوضع. 2 لتر. هات. فبتشوفون سواقة الشيبان الحين يا شباب، دام الاغراض تخرب. طيب هذه المحطة عديناها. فيه مبنى جديد هنا على اليمين وبيوت كثيرة. بس ما عندي مساحة لوت. يا ولد موترك موجود، صفة طمه. طف طف طف، وفر البنزين. بسم الله. الورق هذا ما ادري وش فائدته. احاول اخذ شغلات النادرة بس، ما في اي شيء. او اذا في شنطة. جنرال ستور. هلا مدير. اوه يمدينا نشيل الشيلد. سيريسلي. اكوبمنت. حلو. الله يعطيك العافية والله. يمدينا اضرب فيه. لا السبير. طيب لا والله فله كذا. هذا السبير والله فله، نفس السبير اللي اصنعه بس هذا افضل اكيد. حلو حلو حلو. حصلنا الشيلد. انا ختمت اللعبه يا شباب. ليذر هذا المتطور. والله بغيت لي شاي. فيبر ثاني. كوب ستاربكس. اقلام. من طناخه الاقلام بعلم على مكاني. اوكي البيوت هذه بديت اشطح في المدينه. يعني في شيء ثاني، في مبنى هناك فوق. اول شيء المواتر، حصل فيها رزق طيب دائما. اوه اللايتر فلويد هذا شكله نادر، من زمان ما شفته. اللي بعده ما في شنطة، ما في بنزين. في بنزين شيء بسيط، شكله يجلس يشفط. اوه افضل وجبة والله. لا دلعك اليوم مثل ما دلعتني. وهنا بطاريات، بطاريات نادرة بعد شوي. وهذه محطة بنزين ثانية. وهنا وش عندنا فوق؟ يلا على بابك يا كريم. أقول يزبلنا شنطة هنا ولا شيء. امتي متل كيس، هذه مهمة، هذه دامها مزبلة هنا مهمة. شيل. لأول مرة تمطر علي في اللعبة. اسمع عليكم مضبط اللاعب، انا تشوفون الكوت. وات؟ وين سرواله؟
الحمد لله انه في سروال هنا توني شايفه. استر يا ولد استر. هو في تاير هنا خرشني المطر والله. ظلمت الدنيا. صوت خرشه. شغل نظيف والله. لا 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 ربي شغل نظيف. اجواء رهيبه يا ربع. في مدينه كامله هنا. اوه هذا تو رسبن. ها السلام عليكم. الله يخرشك. السلام عليكم. لا يفتكر قلتش بس. راح. خل موتري في حاله. خربيتهم في كل مكان. والله اني دخلت يا شباب المحطة بس عشان افتح الماب. في كود هنا. بطاريات. لا البطاريات مكان ثاني. واوي الهوتيل. احس في خرشة من الموضوع. سكر سكر سكر. اوه يتسلق. والله على بالي يتسلق الباص. هلا والله. شو اللاعب التبلل ينقص عنده. هذه الشنطة يمدينا يشلها. تفيدني في نقل الاغراض. اوه ايكي ثاني. سيرين حق ببجي. ترفع كل شيء. خلنا من ساعة لين ما يروح المطر. بس الزومبي هذا نشبه. عساه يبعد شوي. توقعون يتسلق. المشكلة ما منه فايدة يوم تقتله. وين السنايبنج رايفل؟ يا عيال ما ودي الوت المدينة هذه، ودي ارجع لها في وقت ثاني. انا حاليا عندي وربي متحبس لي يقول لي لو انت رجال تعال اركب الموتر. وكم طلقة شتقن في درج هنا. وات؟ لا مسكر. ابعد جزاك الله خير ابعد. ما اتوقع يقدر يهجم علي. مشكلة معي شنطة بغيت اشلها. ربي هذه مغامرة. ما يمديك ترمي يا اخي، لازم اعلمه كذا يقول. اوه شنط كثير. والله الفندق ملغم. دام كذا السالفة باخذ السلاح. ممكن اعطيه اخوينا هذاك اللي في البيس. حلو لوك بك. يا سلام هذا بيفتح لنا الابواب. اذا ما عرفت رمز اتوقع راح اقدر افتح هذا. دامني بشل الشناط قلت بلوت المكان بفضيه بالكامل عشان لا ارجع للفندق هذا. هذا وين هذا؟ ورا البيت. مدير والله في بيوت مرة كثيرة بس هذا اللي احرسها. بس دام راح ورا البيت هذه فرصتي. انحاش. اوه الثاني هنا. الله ينكبك. طيب يا اخي نبي نمشي. انا رويك في هذا السبير. هذا ليش ما يطلع الايم يا مدير؟ هويا والله صبته. هويا لازم افتك منه. شوفه معلق فيه السبير. والله الجلتشات لا تضمنها. عصب وربي عصب. الباب ليه ينسحب لهناك؟ يخرب بيته. الباب يا شباب انسحب لهناك. الباب ما اقدر. الباب ما اقدر اسكره. اوه شيت. اوه شيت. جاني صداع يا شباب. والله جاني صداع. الله ينكبه. لسه واقف. بير معلق. لا يا شباب والله. والله كذا كثير. وات؟ ايه رسبني هنا. يا سكوت. كت داون تريز. لا لا جالس يفرفر. امسك امسك سلاح دامني جيت عندك. ما عندي حق ليك يا لحول. طيب امسك هذا البستل وعندي رصاص وبعطيك. اضبط اوضاعه يعني. الله عليك. والبستل وين هذا؟ حرام الرصاص اللي راح. وقلت برجع تخزينه شوي. الفيلم الاهبل اللي صار. بس شوف وين طيرني. طيب موتري وين يا شباب؟ رصاصي كلها راح على زومبي اهبل من الخرشه. حتى السبير رجالي وانا راميها على الزومبي. هذه مدينة النكبة. هذا هو موتر. الحمد لله بشركم يا شباب موجود. بس برضه الوسخ متحبس لي. بختم هنا يا شباب. صورت كثير والله. بتوهق في الادت. اخي اذلفوه.
طيب يا شباب الخاتمة مرة ثانية، لا تنسون لايك إذا ودكم نكمل بهذه السلسلة وقلة شاتها، أنا مستمتع والله فيها لكن فيها شوية شغلات أغبن، والأهم من هذا كله أن عليها دعم، اللي هو اللايكات والكومنتات. شكرا من تسمين القناة وشكرا موصول كل من دعم هذا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.